قامت شركة القصص بإعداد المخططات وبالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة لإنشاء أكبر مول ومركز تجاري في محافظة الأنبار في مركز مدينة الرمادي. تشجعت شركة القصص للقيام بالاستثمار في محافظة الأنبار نظراً للواقع الأمني المتميز الذي تتميز به المحافظة والتشجيع المستمر من هيئة استثمار الأنبار وديوان محافظة الأنبار، ونتيجة أيضاً للدعم المادي والمعنوي الموجود والقدرة الشرائية العالية لأبناء المحافظة، تبلورت الفكرة وتكونت على الواقع كما ترون. الآن نحن في المراحل المتقدمة من العمل، وإن شاء الله تعالى بالتوافق الذي حصل ستكون نتائج متميزة. الناس متفائلين، الناس متفائلين جدا، ومشروعنا من أكبر المشاريع، سيوفر فرص عمل كبيرة، سيدعم المحافظة، سيدفع باتجاه تقدم العمراني.